هنفضل نقولها كل يوم وكل مباراة، الأهلي مش بيفرح بشوط، دايما بنتكلم أو لما بتحسم هنا بصفارة الحكم احنا بنقدر نقول إن كده الفوز يعني كلل للأهلي. احنا لسه عندنا مباراة الإياب إن شاء الله برضو يكون الفوز أهلاوي، فرحنا وعايزين نفرح أكتر. يعني خلينا نتكلم في كل التفاصيل زي ما كنت بقول لحضراتكم، ونرحب بكابتن حسين شكري اللي منورنا في 10 الصبح في الأهلي نجم الأهلي السابق. صباح الفل يا كابتن. صباح النصر، صباح الفوز، صباح إن شاء الله كل حاجة حلوة. الاهلاويه كلهم متشرفين ان انا بكون معاكم. احنا اللي سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله يكون حوار لطيف كده ونفصص من خلاله بقى رؤيتك لمباراه الامس وتوقعاتك لما هو قادم ان شاء الله. ان شاء الله. اسمحوا لي قبل ما نبدا بس اقول لحضراتكم ان ده خبر عاجل لسه نازل يعني من دقائق قليله جدا، وهو نصه كده الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان لاعبي الاهلي هيحصلوا على مصل كورونا في اطار البرنامج المتبع ده ضمن الوقايه من الفيروس، واوضح تحديدا انه بعد التشاور مع كابتن سيد عبد الحفيظ تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مصل كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي. بقى هيحصلوا على المصل ولكن بعد مباراة العودة أمام الترجي التونسي. أشار أيضا استكمالا للخبر دكتور أحمد أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق على مصل كورونا، ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراة الترجي التونسي، وذلك طبعا للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين. كمان أضاف أبو عبلة قال إن أكرم توفيق وبدر بنون بيشتكوا من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، وهيشاركوا بشكل طبيعي في المران اللي هو هيكون يوم الثلاث بعد الحصول أو حصول الفريق على راحة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب أمام الترجي. حبينا بس نقول لحضراتكم إن ده خبر نزل زي ما كنت بقول من دقائق قليلة. نرجع بقى لضيفنا العزيز ونعرف من حضرتك كيف رأيت مباراة الأمس وماذا تتوقع فيما يتعلق بمباراة يوم السبت الجاي إن شاء الله. هو النادي الأهلي معروف دايما في زي ما بيقولوا في المواقف اللي هي الكبيرة أو الأحداث الكبيرة. أنا اللي شفته مبارح شفت راجل مدرب عامل سيناريو من أعظم السيناريوهات للتحضير للمباراة. قاري فرقة الترجي كويس جدا، عارف هو هيوصل لفين. نفس القصه دي شفتها برضو في ماتش سان داونز لو احنا متابعين. طبعا. نرجع بس شويه صغيره. فريق سان داونز كمان مش من الفرق القليله في افريقيا، فرقه بتعرف تلعب كره كويس جدا، عندهم عدم تمركز، بيتحركوا كتير، فاهمين بعض، فرقه من الفرق اللي هي زي ما احنا بنقول يعني صعبه المراس في الكوره. ان هو يعرف يتعامل هنا ويتعامل هناك ده راجل قاري الفرقه كويس جدا. تكملة للكلام دوت لما نيجي نقرأ امبارح المباراة بتاعت الترجي، راجل محضر السيناريو بتاعه كويس، عارف مفاتيح القوة والضعف في سان داونز، طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي مش عايز أقول إن هي كانت غريبة شوية، إنما هو من القراية بتاعته للمباراة طلع بأحسن سيناريو ممكن يتلعب بيه في رادس. بمعنى إن حمدي فتحي بقاله فترة طويلة جدا ما بيلعبش، عملوا مش عايز اقول ليبرو، عمل راجل ليبرو بتاع نص الملعب اقرب للاثنين المساكين عشان يقفل الحته بتاعه العمق. وفي نفس الوقت ناس كتيره ممكن تغفل ان حمدي فتحي كان جاي من اصابه كبيره وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، ما اقدرش ان انا احطه في نص الملعب مجهود كبير، انما السوليه وديانج رجليهم في الملعب فاجهز بدنيا ان هم يقدروا ان هم الصراعات بتاعه نص الملعب والكلام ده كله. فانا شايف ان هو عمل سيناريو للمباراه ان هو يقدر يمتلك الكوره من تحت، ان احنا نبني، ضيع حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه في الشوط الاولاني مفيش فرصه للترجي. وانت بتلعب مباراه قبل نهائي مع فرقه كبيره بملعبهم بالظبط كده، ان انت ما يقدرش ان وسط جمهوره بالظبط، والاحداث كمان اللي حصلت قبل المباراه بالظبط طبعا مؤسفه، ان الكلام ده كله يحصل وما يخرجش لعيبه النادي الاهلي عن التركيز اللي هم فيه. دي الشخصيه بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي وهي دي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. اي فرقه تانية ممكن تتوتر او اللعيبه تتوتر او يروحوا في مكان تاني، لا، الناس محافظه على الشخصيه بتاعتها، محافظه على التركيز بتاعها، عارفين الهدف هم رايحين ليه، فقدروا انه الحمد لله رب العالمين ان هم يطلعوا بافضل نتيجه. طب ده اللي فات، توقعاتك للي جاي بقى ايه ان شاء الله؟ اللي جاي ان شاء الله باذن الله، طبعا انت عارف ان الناس اللي اتعاملت في النادي الاهلي او 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 او, أو لعبت في النادي الاهلي عارفه النادي الاهلي ما بيبصش للنتيجه او بيبص الانجاز محدود،
لا صحيح. انت الهدف بتاعك الهدف ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. حتى لو في حاجه لو الناس كلها شافتها امبارح ان الصحفيين بعد المباراه لما دخلوا فرحانين وكابتن شناوي عمل ايه؟ خرج الصحفيين قال لهم احنا لسه ما خلصناش الشغل بالظبط، يعني احنا قطعنا 90 دقيقه، انما الهدف الاخر هيخلص فين؟ في القاهره. فاحنا لسه ما عملناش اللي هو الانجاز الكبير ان احنا نعدي او نوصل للمباراه النهائيه لسه. فعشان مزيد من التركيز احنا مش عايزين الصحافه، مش عايزين نفرط في موضوع وغالبا ما بيبقاش الموضوع ده كتير في النادي الاهلي على فكره. يعني هو عماد الموسيماني برده في غرفه الملابس قال نفس الكلام للعيبه بعد الفوز، يعني هي واضحه وصريحه هذه الرساله. بالزبط. طبعا بالظبط، ده سيستم النادي الاهلي عامه. انت ما بتقدرش ان انت تفرح، بتفرح جزء صغير ووقت صغير جدا، لكن انت الهدف بتاعك ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه. عشان اوصل للمباراه النهائيه نبدا بقى ان احنا نفرح ان شاء الله باذن الله، وما بتفرحش برده وقت طويل جدا، هو يوم ولا يومين وبعد كده هتبدا تركز. بالظبط، الحمد لله ربنا يديم علينا ان 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 احنا نفضل زي ما احنا ماشيين كده. دي البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله، تبقى الثانيه على التوالي ان شاء الله. ربنا يكرمنا باذن الله بالتركيز اللي احنا فيه دوت، والهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ان احنا نقدر نوصل له. كابتن حسين، عايزين نروح لتفاصيل اكتر، معلش انا هرجع تاني لهذه المباراه اللي كانت بالامس عشان بعد كده يعني نختم بالاياب. الذهاب كان فيه بعض النقاط يمكن كمان تحدث عنها موسيماني، هو اتكلم تحديدا انا سعيد بالتنظيم الدفاعي، سعيد بالشوط الثاني اكتر، الشوط الاول ما كانش يعني الافضل، ولكن التمريرات ما كانتش افضل شيء. يعني هو اتكلم في بعض النقاط، واحنا معتادين ان موسيماني صريح جدا لما بيكون في اداء غير راضي هو عنه بيتكلم بمنتهى الشفافيه. فمن كلام موسيماني برضو حضرتك استشفيت ايه، او برضو بتتفق معاه في ايه؟ انا بتفق معاه انه هو راجل واقعي، واقعي جدا يعني، وده شيء جميل جدا لما يكون مدرب في اوقات الفوز او في اوقات النصر ان هو يكون واقعي مع نفسه. ان انت في وقت يعني اي مدرب تاني ممكن يقول احنا عملنا انجاز، احنا لا، هو صحيح. عارف ان في احنا كان ممكن النادي الاهلي بالطريقه اللي هو لعب بيها زي ما بقول لحضرتك ان ان ان, إن, إن, إن الاهلي كان مسيطر رغم ان هو بيلعب بره ملعبه، مستحوذ اكتر على الكوره، وده كان غير متوقع كابتن حسين. يعني عايز اقول لحضرتك الضيوف المختلفين سواء عندنا او قنوات مختلفه او في نفس القناه بس الزملاء المختلفين، كان معظم الضيوف نسبه 80% كريم لو فاكر بيتحدثوا ان المباراه دي خطره، الاهلي ازاي يدافع كويس وبالظبط، واحنا يعني في قلق وغيره، لكن بالعكس ده احنا اثبتنا العكس تماما. بالظبط، عشان كده لما بقول لحضرتك ان السيناريو اللي هو عمله او التخطيط اللي هو عمله للمباراه او تحضير للمباراه كان رائع. وفي نفس الوقت كمان لما بيكون تحضيرك رائع وبيكون معاك لعيبه ذو شخصيه بطل تقدر تنفذ لك الـ 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 الافكار بتاعتك او الرؤيه بتاعتك في الملعب، ده بيبقى كمان شيء جميل جدا. أكيد. فان النادي الاهلي يسيطر بالسيطره اللي هو قدر ان هو يسيطر بيها ديت، وان هو يقدر يستحوذ على الكوره في ملعب رادس بجمهور باحداث كانت يعني صعبه جدا قبل المباراه والكلام ده كله، نقدر حافظ. ومش عايز ابقى طماع شويه واقول ان احنا ممكن كان الشوط الثاني كمان ان احنا نقدر ان احنا القاضيه بقى خالص يعني، ده حقيقي. بس كنت يعني وصلت لمرحله انت قانع بالسيستم اللي انت اشتغلت بيه، وقانع ان 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 النتيجه دي كويسه، وان انا مش عايز ان يجي فيا مثلا هدف او حاجه زي كده. فما كانش عندنا الطمع الكبير قوي ان احنا ممكن كان وارد، وكانت المباراه تسمح، وكانت حاله لعيبه الاهلي ولعيبه الترجي في الملعب تسمح ان النادي الاهلي ممكن يضاعف النتيجه. كان في استحواذ ملحوظ على فكره حتى بالنسب والاحصائيات، خصوصا في 55% استحواذ للنادي الاهلي في مقابل 45% النادي الترجي التونسي. بس انا عايز اقف عن طالما بنتكلم بقى عن الخطه وعن الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه وعلى قدرتهم على تنفيذ، طالما هم لعيبه كبار عرفوا ينفذوا الخطه المحترمه المحطوطه لهم. الجمله اللي اسفرت عن هدف المباراه الوحيد من اول ما كانت الكوره في رجل قفشه يعني مرورا بديانج وانتهاءا بمحمد شريف، الجمله دي والهدف ده كيف رايته؟ هقول لحضرتك حاجه يعني عشان يبقى كلامنا برضو واقعي. الجمله دي اتعملت مش عايز اقول في المباراه دي بس، الجمله ديت من الجمل اللي النادي الاهلي بيلعب عليها دايما، الحاجات اللي هي بتبقى من الخلف، ان ديانج دايما عنده ما شاء الله القوه بتاعته والسرعه ان هو بيقدر يخترق من نص الملعب، هو بيقدر يخترق وبيخلق لنفسه مساحه. لو رجعنا لماتشات النادي الاهلي قبل كده الثلاث اربع ماتشات حتى اللي قبل النادي الاهلي عشان ما نروحش بعيد قوي، اللعبه دي بتتكرر. معنى ان هي تتكرر يعني معنى ان في حاجه متقاله من الجهاز الفني للعيبه، ان في حاجه بتتعمل زي كده، زي ما بنقول مثلا
في بيبقى تكتيك او في حاجه مثلا في فاول او في كره ثابته او حاجه زي كده تبقى اللعيبه متمرن عليها. اللعبه دي النادي الاهلي متمرن عليها كويس قوي، واللي عايز يتاكد من كده يرجع لنفس المباراه دي او المباراتين ثلاثه اللي قبل كده. نفس القصه برده ديانج بيقدر ان هو بالقوه والسرعه بتاعته ان هو بيقدر يوصل لما يضرب الناس بتاعه نص الملعب، بيقدر ان هو يوصل ويحط مثلا من كره بينيه او حاجه زي كده اهوت للفراوده. فدي حاجه لما تبقى متكرره في في المباراه او في فرقه معينه، لا ده حاجه الناس متمرنه على حاجه كويسه. وهقول لحضرتك حاجه تاني برضو، النادي الاهلي مضيع حوالي 3 4 اهداف محققين غير التسلل في كمان كره طاهر محمد طاهر، في كره اللي رجعت اللي غلط فيها المدافع بتاع الترجي ورجعها بدماغه وقلشت من محمد شريف، كان ممكن برضو يحرز هدف. في كره اتلعبت بالعرض من علي معلول اللي محمد شريف برضو عديته بدماغه لما طلع بيلعبها بدماغه. لا الاهلي ضيع اهداف كتير، لا لما نبص كان ايجابي جدا على المباراه على المرمى اسف. فالاستحواذ وان انت تقدر تخلق من الاستحواذ دوت فرص في ملعب الترجي مع فرقه الترجي بالشكل ده، لا انا لا، واستحواذ ملحوظ. احنا بنتكلم على ان الاهلي امبارح كان ليه اكتر من 530 باص في مقابل 400 وحاجه و30 للترجي، يعني برضو الاحصائيات دي بتديك مدلول حضرتك للاداء اللي كان او السيناريو اللي كان معمول للمباراه، ان انت تحافظ. يعني عايز مش عايز بس اخرج، مش عايز يعني اهدر حق الراجل، لو ايام جوزيه مانويل جوزيه كانت المباريات اللي هي بره ملعبنا خاصة في أفريقيا، كان ده أسلوب من الأساليب اللي احنا كنا بنعتمد عليها ان احنا نعمل النتائج الإيجابية بره ملعبنا، ان احنا نقدر نحافظ على الكورة بشكل كبير جدا. لو هنرجع برضو الناس الأهلوية اللي متابعة كويس جدا، ان الأسلوب ده كان أسلوب برضو النادي الأهلي من أيام مستر جوزيه، ان انت كنت بتقدر ان انت تحافظ على الكورة بره ملعبك بشكل كبير. دي كانت برضو بتقلل الضغط عليك وبتقلل الضغط على الـ على الـ على الـ على المدافعين والكلام ده كله. فده أسلوب انا بشوفه ان هو كويس. وحاجه تانية من الـ عشان تعمل نتائج او عشان تعمل شكل كويس لازم يبقى في اداء، لازم يبقى في حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه في لعبه متفق عليها، ان ديانج من نص الملعب بيقدر ان هو بقوه والسرعه ان هو يقدر يوصل لل 18 بتاع المنافس. فالحاجات اللي هي التكتيكيه ديت او الحاجات اللي هي بيبقى فيها شغل مع اللعيبه مع الجهاز الفني ان هي تقدر تخلق فرص في المنافس في مباراه صعبه زي كده في اجواء مشحونه مع فرقه كبيره الكلام ده كله، لا دي شخصيه النادي الاهلي، دي شخصيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. حلو جدا. عايز اروح معاك النقاط برضو اتكلمت حضرتك فيها دلوقتي، لما هنيجي بقى نتكلم عن اللعيبه تحديدا، مش التخطيط مش التحضير ولكن اللعيبه نفسهم. حلو جدا ان احنا نتكلم ونشيد باداء ديانج لان بصراحه كان رائع امبارح، اكرم توفيق كان رائع امبارح، وجود قفشه كمان كان فارق جدا امبارح لما نزل. حضرتك من وجهة نظرك برضو مين اللي كان ممكن يشارك ويعمل فارق، يعني من وجهة نظر كابتن حسين امبارح التغييرات كله أشاد بيها بصراحة من قبل موسيماني. سؤالي مين حضرتك بتشوف بقى في مباراة الذهاب ممكن ان هو يشارك؟ هل نقدر نقول مثلا على سبيل المثال، يعني لو أوضح سؤالي أكتر، هل ممكن كهربا يشارك ويكون في فرق كمان في أدائه أو في الأداء العام لو شارك؟ النقطة الثانية حضرتك اتكلمت عن الفاينل تاتش اللي هو يعني الكور اللي احنا ضيعناها إلى حد ما ما اكتملتش أو لم يعني تكمل بهدف، ده حله ايه؟ يعني لو احنا هنقول ان دي مشكلتنا كانت في ماتش الذهاب، الحل ازاي برضو عشان نتلاشى ده؟ لا هو وارد، هو اي مدرب في الدنيا لما بيحط سيناريو او بيحط خطه او من خلال السيستم بتاع اللعب ان هو يخلق اماكن للمهاجمين بتاعته ان هي يحصل من خلالها عنصر التهديف، دي المهمه كلها بتاعت المدرب او اللعيب. ماشي، حته التوفيق بقى في كوره ان هي عدت مثلا قبل دماغ محمد شريف او ان هو بيحط وش رجله قلشت او الكلام ده كله، ده بقى اللي احنا بنقول عليه التوفيق يعني بالظبط. انما ان قدرت ان انا اوصلك للمنطقه اللي هي فيها تقدر ان انت تعمل فيها خطوره او هو ده المحور. بس خلي بالك برضو، اصل هي برضو نهواند بتسالك السؤال ده ليه؟ لان قبل كده يعني بعيدا عن ماتش امبارح للامانه كانت الامور اصبت نسبيا على الصعيد اللي بنتكلم فيه، بس كان في كذا مباراه قبل كده لا الميس باس كان فارض نفسه.
بص هقول لك ملحوظ يعني كابتن بالظبط، ولما يتحسن يبقى افضل، يبقى في شغل يعني طبعا لما طبعاً يتحسن يعني. وهقول لحضرتك حاجه برضو، امبارح واحنا في عز ما احنا برضو واحنا بنقول ان احنا مسيطرين وان احنا بنقدر ان احنا نلعب كوره كويس وان احنا بنقدر نحافظ على الكوره بشكل كويس، كان برضو فيها نسبه ميس باص ممكن تتحسن فيما بعد يعني، دي مع الشغل. معلش برضو لازم الناس برضو تفهم حاجه، ان اللعيبه ديت حته التوتر او حته الشد العصبي او حته الاهميه بتاعه المباراه نفسها او الضغط العصبي، ممكن لعيب يبقى بيباص كويس جدا بس الشد العصبي او الضغط العصبي على او الخوف على او الحرص على تحقيق الهدف او النتيجه، ممكن ان انت تحصل منه اخطاء، بس الاخطاء طالما بتقل مع الـ مع الـ مع الـ مع الوقت ومع الشغل بيتم تداركها بالظبط كده. يعني معنى كده ان في ناس بتشتغل، ناس بتحسن من اخطائها، ما احنا بنشتغل تمرين، واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت مثلا انا عندي عيب في 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 تصويب، لما بشتغل عليه في التمرين كتير او بشتغل عليه في المباريات كتير او بيبقى في حافز اكتر للناس اللي مثلا بتصوب او الكلام ده كله، مع مرور الوقت مع التمرين والمباريات بتتحسن. فطالما اتحسن موضوع قل نسبة الميس باص للفرقة، وفي مباراة برضو عايز يعني انا مش عايز اغفل برضو حتة ان انت بتلعب فرقة قوية جدا من الفرق اللي بقى لها حوالي خلال الخمس سنين الاخيرة ديت، هم ابطال 2018 بيوصلوا للنهائيات دايما، برضو الحتة دي مش سهلة. بس الترجي امبارح ما كانش الافضل خالص بالزبط. يعني بس تماما غير المتوقع برضو، الحق يقال، بس ده بسبب ان النادي الاهلي فرض صحيح. اسلوبه على الترجي او احنا فيما معنى الكلام ان احنا حجمنا فرقة الترجي، وهم برضو عاملين حسابنا على فكرة. كتير هنرجع نقول تاني كان اكثر من رائع، يعني موسيماني فعلا كان محضر كويس قوي لهذه المباراة. عايز ارجع لحضرتك بالظبط، وعايز ارجع لحضرتك الكلام اللي انت قلتيه، ان الدور بتاع كهربا لعيب كويس جدا، وحتى الفترة الأخيرة بيشتغل اتمرن كويس جدا وشغال كويس جدا. المباراة الأخيرة اللي لعبها اللي نزل فيها حوالي 10 دقايق أو حاجة زي كده، أنا أول مرة أشوف كهربا بالروح دي بالشكل صحيح. دي يعني حاسس إن في حاجة جديدة ليه، ممكن إن شاء الله بأمر الله إن الفترة اللي جاية ديت أو المباراة اللي جاية يكون له دور يعني إن شاء الله بأمر الله، لأنه من اللعيبة المميزة يعني. إيش الناوي أخباره إيه؟ وخصوصا إنه إمبارح كان متألق، والحقيقة برضه يعني تقدر تقول إن هو وقف 3 أهداف كانوا في طريقهم للشباك، يعني في الدقيقة حاجة و30 من الشوط الأول ومع نهاية الشوط الأول ونص الشوط الثاني، 3 أهداف شبه محققة لنادي الترجي اللي تصدى ليهم بالكامل كان محمد الشناوي. الحقيقة الشناوي ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، ده يعني تكملة للفترة السابقة اللي هو ماشي فيها بشكل كويس جدا. الشناوي دلوقتي ما شاء الله عليه وصل لمرحلة نضوج كبيرة جدا، قائد بشكل كبير جدا. لو حد يشوف برضو، عشان كمان ما فيش جمهور اليومين دول والكلام ده، انت 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 خلال ال 90 دقيقه الشناوي مدرب في الملعب، مش عايز بس يعني عشان بس الناس تفهمها مظبوط، لا قائد في الملعب بشكل كبير جدا، اسمع صوته دايما، روح اضغط اقف اقفل. صحيح الراجل ده يعني بنسبه كبيره، اصل الحته اللي بتاعت الشناوي دي معلش كانت يعني كانت فيا انا، حته ان انت توجه اللعيبه اللي معاك لما بتبقى كبير في السن او ان انت اقدم او ان انت كابتن فريق، وان انت توجه اللعيبه اللي معاك والكلام ده كله، بتدي كمان طمانينه للعيبه اللي هي ممكن نقول صغيره شويه اللي فيها رهبه الكلام ده كله، ان دايما ذهنك وانت شغال خلال ال 90 دقيقه موجود، حتى لو هتهرب التفكير او التركيز بتاعها هيهرب مني شويه والكلام ده كله، لا في واحد بالظبط الله ينور عليك. فده دور يعني ما حدش مش كتير الناس دي تقدر تعمله. هي برضه غير الخبرات والخدم برضه هي شخصية وكاريزما بالظبط، مش كل الناس عندها بالظبط. عشان كده يا استاذ كريم ما في مش أي حد يلعب في النادي الأهلي يعني اللي بيلعب في النادي الأهلي ما ممكن تبقى لعيب كورة كويس جدا، بس ما تقدرش إن أنت بنقول ده كان لعيب كويس، ده كان في الحتة الفلانية بس جه في النادي الأهلي، لا الشخصية بتاعت اللعيب نفسه. أنا فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه. نعم بس كان عامل شغل إمبارح للأمانة في الشوية اللي نزلها صح ولا غلط؟ عمل شغل في الشويه اللي نزلوا بنقدرش وتحركات وكان في عفره كده في نص الملعب. ف يعني هقول لحضرتك حاجه اتفضل. قفشه اللي بالك يا بنات كل حاجه لما نزل حس ان راجل نزل شخصيه فرق جامد، شخصيه امتلك الملعب كله، قدر ان هو يسيطر على الملعب كله ما شاء الله ربنا يحفظه، وجاي من اصابه، واللي ناس كتير ما تعرفوش ان قفشه تعب كتير جدا 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 عشان يلحق بالمباراه دي. صحيح ده الوحيد اللي ما خدش راحه في الراحه السلبيه بالظبط. لا كان شغال البرنامج العلاجي بتاعه والكلام ده كله، كان ملتزم بيه بشكل كبير بصراحه. صحيح. وتعب عشان كده ربنا كرمه، عشان كده لما بتتعب وبتجتهد ربنا سبحانه وتعالى عادل بالظبط، عشان كده خلى شكله
في الملعب او شكل اللعيبه الموجوده في الملعب ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم. كمان يعني رح نتكلم عن اللياقه البدنيه كانت اكثر من رائعه امبارح فعلا. فيعني على كل حال احنا لسه عندنا محاور كثيره جدا ونقطه كمان الجمهور عايزين نتكلم عنها, بس فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الحمد لله النهارده المكسب, مش عايزين نزودها في الفرحه قوي يعني لان لسه في ماتش عوده ان شاء الله. احنا مش متعودين ان احنا بنفرح بماتش ذهاب, لكن اداء النهارده من موسيماني بصراحه هايل يعني بره ملعبنا, واللعيبه كلها كانت رجاله النهارده. وبصراحه الحمد لله انا دايما ببقى رايح من نهائي افريقيا اللي فات او الماتش النهارده, الواحد بيبقى خايف عشان دايما بيبقى حابب ان وشه حلو. الحمد لله بيبقى وشه حلو دايما. ذكرياتك مع المباريات الخارجيه, وانا سامع الجميع بيتكلم بيقول احمد فهمي وشه حلو دايما على النادي الاهلي. الحمد لله. بص انا حتى من وانا صغير يعني الماتشات حتى الماتشات اللي جوه, يمكن ظروف الشغل دلوقتي وظروف الكورونا ما بتخليكش تقدر تروح كل الماتشات, لكن زمان يعني ما كان لو في موسم مثلا في 26 ماتش اقل حاجه 24 بروحهم بره وجوه يعني. النادي الاهلي متعه تانية خالص بالنسبه لي واولويه كبيره في حياتي يعني, وحتى ما رضيتش اسجل معاك قبل ان طلع كلام قالوا ان انا كنت في معسكر, وانا ما كنتش في معسكر ولا حاجه, انا قاعد في اوتيل تاني وانت عارف كنت قاعد في اوتيل تاني. وحتى لما جيت التدريب اتفرج قعدت في المدرج, وموسيماني هو يعني احنا اصحاب بينا علاقه, فطلب ان انا انزل اسلم عليه, فالناس قعدت تقول ازاي ينزل, لكن انا ماليش علاقه بمعسكر وماليش, انا جاي لوحدي اصلا وقاعد في اوتيل تاني. شايف ان النظام والالتزام ده هو ده عنوان النادي الاهلي, وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. كلنا بنلتزم بيه يعني, مفيش في النادي الاهلي فكره ان راجل مشجع او ممثل او اي حاجه هيخترق معسكر او هيقعد في وسط الناس خالص. انا قاعد في اوتيل تاني خالص اصلا بره الموضوع, عندي علاقه قويه بموسيماني فده اللي خلاني يعني انزل اسلم عليه. والنادي الاهلي انت عارف هي في قوانين, انت حتى لو انت مين مش هتخترقها يعني. اتكلمت في فنيات واتكلمت في امور فنيه وطريقه اللعب, من وجهه نظرك مين نجم المباراه النهارده؟ لا كتير, اللعيبه كلها كانت كويسه قوي النهارده يعني, حتى تكتيك انا بالنسبه لي موسيماني بصراحه يعني تكتيكيا هو الماتش لعبه صح جدا. انا بحب ديانج قوي, قفشه لما نزل برضو حمدي, طبعا حمدي لعيب كبير كلهم, بس انا قلت حاجه فاهم كله فعلا, انت بتلعب بره ارضك كسبان الترجي فرقه كبيره بره ارضك 1-0 باذن الله, بس عايزين ننسى الماتش ده عشان اللي جاي اهم في القاهره باذن الله, وخصوصا ان موضوع الكورونا ده ان الجمهور ما بيبقاش مالي الملعب, فالموضوع مش هيبقى فيه ضغط زي قبل كده, فجوه زي بره, بس ان شاء الله باذن الله نعدي ونوصل فاينل في المغرب وان شاء الله نكسب البطوله باذن الله. تحس لغه الاهلاويه يعني كلها واحده صحيح. كلنا اي اهلاوي لغه, مدير فني, لاعب, جهاز فني, جهاز اداري, مجلس مشجع. اداره, مشجع, مذيع, كلنا بنتكلم بنفس اللغه. احنا عايزين نركز في اللي جاي, احنا الحمد لله فرحنا, ولكن اللي جاي اكيد هو يعني المنتظر, وباذن الله زي ما احنا بنقول برضو يبقى الانتصار اهلاوي. بس خلينا نروح لتفصيله سريعه جدا, مش عايزين حتى نطول فيها, وهي الحضور الجماهيري. هناك كان في يعني من الكاف سمح للحضور من قبل الجماهير, ولكن بعدد معين لم تلتزم يعني لم يتم الالتزام بهذا العدد, ومش هنتكلم كتير في هذا الموضوع. احنا لو هنتكلم علينا اكيد احنا برضو بطبيعه الحال كاهلاويه عايزين جمهورنا, عايزين ناسنا, عايزين عيلتنا تبقى معانا, ولكن برضو اعتقد هي القصه صعبه شويه يعني. برضو وجهه نظر حضرتك ايه فيا يعني من الناحيه الامنيه او من ناحيه فكره هنا الكورونا او غيره؟ لا بالنسبه لنا احنا كاس الامم, واحنا يعني الفتره اللي فاتت ديت في حتى مشاهد حضراتكم يا كابتن حسين برضو هي يعني كانت صعبه طبعا, صعبه يعني جدا. قلنا قبل كده احنا كنا ابتدينا ننسى ان اصلا في حاجه زي كده بتحصل في المباريات المختلفه وفي الملاعب المختلفه في الدول المختلفه, مشاهد قديمه بتهيالي ولا انا غلطان؟ الموضوع دوت يعني يعتبر يكاد يكون انتهى من الكوره يعني, صعب قوي ان انت تلاقي الحاجات دي. انما احنا دلوقتي عندنا برضو نظام كويس معمول اللي هو بتاع السادات وشركه اللي حلو يعني الاي دي اللي كان بيتعمل والنظام, وما فيش اي حد بيقدر ان هو يخش, وكل واحد المقعد بتاعه هو معروف فيه. هو المفروض كان يبقى ده التنظيم برضو كابتن حسين يعني, بس على كل حلو عايز اقوله الحلو في الموضوع هنا يعني لو انتم تتفقوا معايا الثبات الانفعالي للعيبه. بالظبط يعني احنا شفنا لعيبه مش بتبص حواليها ابدا, مش مركزه مع اي حاجه غير الكوره اللي قدامها, فده كان بصراحه دي شخصيه الناس يعني لازم نشيد اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. اي موقف من يعني الموقف اللي حصل دوت مع اي فرقه ما عندهاش الشخصيه او اللعيبه ما عندهاش الشخصيه
بتاعه البطوله او ان هو يحقق هدف البطوله، الموضوع دوت كان ممكن يعني ياثر بشكل كبير جدا على على الفريق. يعني ممكن كان لو الاحداث اللي حصلت ديت مع فرقه الشخصيه بتاعتها مش قويه او مش فرقه بطل طبعا كان ممكن يتغلبوا 3 4 في الاحداث دي كلها. وخلي بال حضرتك ان اثناء الاحداث كمان بتاعه المباراه دي كان في حاجات مفرقعات وحاجات كده والمباراه شغال طبعا صحيح. الحاجات دي كلها كانت صعبه جدا في ظهر الشناوي كمان. يعني هقول لحضرتك حاجه معلش وانا اسف، انا حاسس يعني من هو الحكم تقريبا فيكتور جوميز، انا هو من بيقولوا من افضل الحكام في، انا حسيت ان هو اتهز شويه. يعني هو اتهز في حالات للنادي الاهلي القرار بتاعه ما كانش فيها صعب. يعني في كوره يعني كمان بتاعه اكثر ده كابتن حسين، هو ممكن يكون الاحداث اللي حواليه برضو ما هو بشر. يعني هو واضح كده ان مساله التعصب والشغب كمان واضح ان هي مش بتنتهي من الملاعب. يعني طبعا لو خدنا في الاعتبار ان السنتين اللي فاتوا طبعا معظم المباريات والبطولات كانت خاليه تماما من الجماهير فما ينطبقش عليها الكلام ده، بس ادينا شفنا يعني اول ما جت فرصه لحضور بعض الجماهير شفنا المشاهد المؤسفه اللي حصلت امبارح. فمن الواضح كده ان الشغب هو بيجري في دم البعض من المشجعين حضرتك، وده في كل حته على فكره مش في دوله. لا لا ما كانتش، انا هختلف معلش. انا حاسه الصوره دي يا كريم ما كانتش موجوده مؤخرا قبل انقطاع الجماهير. يعني فكره طبعا الكورونا وبتاع العالم كله ابتدت ان هي يبقى بطبيعه الحال ما فيش جماهير، بس المشاهد دي ما كانتش موجوده فتره طويله. يعني الشغب ده ما شفناهوش، يعني هنتكلم في مصر من سنوات طويله جدا وفي الخارج لا في مصر الوضع استثنائي للامانه. يعني للامانه يعني مصر طول عمرها في هذا الاطار وضع استثنائي على القانون. هو الموضوع سهل مش صعب. يعني احنا منظمين بطولات يعني ما شاء الله الفتره اللي فاتت ديت، ومش في مجال مش مجال الكوره بس، بطولات مختلفه. يعني, يعني احنا لسه منظمين البطوله بتاعه الهاند بول على اعلى مستوى كاس عالم والعالم كله اشاد بيها بالظبط، وبطوله عالم للرمايه وفي كذا في حاجات كتيره طبعًا جدا طبعًا. الحمد لله رب العالمين. لا احنا الحمد لله شطار في الحته التنظيميه والكلام ده كله. احنا بلد محترمه تقدر ان هي تنظم حاجات وفعاليات، ممكن بلاد كبيره بامكانيات اكتر من عندنا هنا بتهرب منها نيما. وده حصل بالفعل على فكره، مش مجرد يعني انا بقول لحضرتك اهو حتى يعني الاحداث الاخيره بتاعه كاس الامم الافريقيه كانت الفتره قد ايه وانت حققت بطوله يعني مش عايز اقول اكتر من عالميه. كاس الامم الافريقيه لما الكاميرون ما قدرتش ان هي تنظمها، احنا في وقت قليل جدا قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نعمل حاجه شرفت الدنيا كلها وشرفت افريقيا كلها. لا احنا في حته تنظيميه الحمد لله رب العالمين كويسين جدا. هي بس القصه هم ممكن يكونوا هم عندهم التذاكر او النظام اللي هم عملوه ما سمحش الناس يعني ان هي يعني مثلا ممكن يكون حد معهوش تذكره فافتكر ان هو ممكن يروح او حاجه زي كده. فهي كان المفروض ان الحته التنظيميه تبقى اعلى عندهم سنه صغيره، انما احنا عندنا الحمد لله رب العالمين نقدر ان احنا نسيطر على 20 و30 و50 الف يعني الحمد لله رب العالمين. تعالى بقى نعدي كمان ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا امل كبير ان الاهلي يوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. في تخيلك هيكون النهائي مين قصاد الاهلي ان شاء الله؟ يعني امبارح طبعا كلنا تابعنا برضو مباراه كايزر تشيفز والوداد المغربي. كايزر تشيفز كسب 1-0 وكسب الوداد، بس طبعا المباراه الثانيه انت ما تقدرش ان انت في ضوء مباراتهم الاولى متوقع ان هيكون ممكن يعني انا على فكره لا انا اقول ممكن اقول لحضرتك حاجه ان انا ممكن اتمنى ان احنا نلعب كايزر تشيفز اكتر من الوداد فعلا. ليه؟ الفرقه بتاعت جنوب افريقيا زي سان داونز لما كنا بنتكلم عليها في الاول، فرق كوره ما عندهاش العنف ما عندهاش الخبث الكروي بتاع شمال افريقيا في اضاعه الوقت في ان هو يقدر يضغط عليك بالاحداث اللي حصلت دي. لا يعني هم عندهم برضو شطار اللي في حاجات بتاعت ايوه بالظبط حاجات اللي هي الصغيره دي اللي ممكن تخرجك عن تركيزك، بس برضو فريق تقيل ليه والاهلي افضل له ان هو يلعب فرقه بتلعب كوره يعني كره للكوره بره اي اطارات تانية او اي حاجات تانية. الافضل للنادي الاهلي كده، والنادي الاهلي يحب ان هو يلعب كده بره الاحداث اللي حصلت ديت او الكلام ده كله. النادي الاهلي يحب ان هو ملاعب كمان هناك ملاعب كويسه جدا حتى لو فيه هيبقى فيه حضور جمهور والكلام ده كله برده مش هيبقى بالشراسه زي الفرق بتاعت شمال افريقيا لما بنلعب معاها الجمهور بتاعهم محب جدا ممكن يحصل منه تجاوز واخد بالك. في الحاجات دي مش هتحصل في جنوب افريقيا، فالظروف ممكن تبقى افضل. انا بشوف ان هي تبقى افضل لو احنا لعبنا، زائد ان احنا معانا راجل
متمرس في جنوب افريقيا، عارف الدنيا ايه والكلام ده كله. هو كان اختيار اكثر من رائع بالزبط. من البدايه وهو ليا وكان غير متوقع بصراحه. لا بس دايما الاهلي عنده يعني لا عنده اختيار حاجة. لا بس دي احنا شفناها رغم يعني اي انتقاد كان بيتلقاه موسيماني، بس دايما احنا او هو حتى تحديدا كان بيترفع عن الرد، وكان الرد بتاعه في الملعب بصراحه ولحد دلوقتي اداء اكثر من هو ده الراجل العملي. وعايز برضو اقول للناس، برضو الناس الاهلاويه، محدش ينساق ورا حاجات بتتقال. الكره الجميله فين؟ الكلام اللي هو الكلام اللي بيخرجك بره تركيزك والكلام ده كله، الراجل محقق، عايز اقول 100% من البطولات اللي هو دخل فيها. بطوله الدوري العام جه كملها، وصل كاس عالم للانديه، اخذ بطوله افريقيا، اخذ كاس السوبر، راجل ماشي بشكل كويس. هنطلع بقى بنغمه ان الكوره مش حلوه، اصل مش عارف الاداء ايه، اصل الكلام ده كله. احنا النادي الاهلي ناس بتوع بطولات، لو لعبنا اداء كويس، الاداء كويس طبعا مطلوب والكلام ده كله، بس لو حد ياخد باله الفتره اللي جه فيها مستر موسيماني احنا بنلعب كل 72 ساعه مباراه، ودي يعني تهد اي حد وتهد اي فرقه، بخلاف العنصر كمان البدني او الخططي او الكلام ده كله، العنصر الذهني بتاع اللعيبه نفسها، ان لا انت تفضل مركز كل 72 ساعه، بيبقى لك هدف جديد لمباراه جديده لحوافز جديده للكلام ده كله، دي صعب على اي بني ادم. اقول لحضرتك حاجه كابتن حسين، البعض اختلف في النقطه دي، بس قبل ما نروح انا بس عايز اقول لحضراتكم، طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه فرحه كانت في كل العالم يعني، بس هنا تحديدا دي لقطات من فرحه جماهير الاهلي في غزه. احنا فرحانين وهنقول دايما يا رب القادم كمان يكون يعني نصر للاهلي، لكن امبارح لازم نفرح بغض النظر بقى عن اللغه يعني، لسه 90 دقيقه والشوط الاول يعتبر، بس لازم هنفرح، لازم نفرح بفريقنا، لازم نفرح بجهازنا الفني، بعض مجلس الاداره يعني كابتن الخطيب، لازم نفرح جدا. وجوده كمان اتكلمنا ان هو شيء كان اساسي وبيفرق كابتن حسين، يعني كابتن الخطيب بنتفائل بيه بصراحه لما بيروح مع الفريق اي بعثه، بجد بالحمد لله بيرجعوا لنا منتصرين، دي حقيقه بقى. يعني احنا عندنا رئيس نادي يعني عايز اقول شهادته تبقى مجروحه فيه شويه، بس الكابتن يعني بصراحه في كل حاجه. يعني هقول لحضرتك حاجه برضو، معلش، لو لقينا فرقه الطايره كابتن موجود، صح، باسكت كابتن موجود، صح، رغم ان كان عنده برضو ربنا يديله الصحه ومجهود كبير عليه السفريه بتاعه جنوب افريقيا، ورجع على قطر، صحيح، ورجع على هنا وبعد كده يرجع تاني المغرب والكلام ده كله. لا يعني انا كل التحيات، وده يعني اللي هو ايه، مش عايز اقول غريبه ولا حاجه زي كده، هو راجل اهلاوي من ساسه لراسه، وحابب الملعب، وراجل يعني ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله باذن الله، والعشرة على الرقم بتاعه يا رب كمان ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا بيها ان شاء الله باذن الله، وتبقى فتحه خير يعني يا مسهل. طبعا احنا فرحنا الفرحه الاهلاويه في كل مكان في العالم، ولكن اكيد يعني دي حته كده في القلب، في الاعماق يعني، اكيد احنا فرحنا كمان بشكل استثنائي فرحه اهالينا في غزه اللي يستحقوا الفرحه الحقيقه، غزه الصامده الباسله. وطبعا تحياتنا لكل مشاهدي قناه الاهلي في غزه، تحيه كبيره جدا مننا كابتن حسين. كده خلاص شرفت طبعا، والله بشرف، سعيد جدا ان انا ببقى موجود مع حضراتكم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، احنا اللي انبسطنا جدا واستفدنا كمان من وجهه نظرك ورؤيتك. ربنا يحفظك، نورت الدنيا كابتن، ربنا يعزك، الله يخليك، والف الف مبروك للنادي الاهلي والاهلاويه كلهم، وكل التحيه والتقدير لاهالينا في غزه. طبعا الناس دي ليها كل الاحترام والتقدير. طبعا طبعا ان شاء الله بامر الله. واحلى حاجه ان هم سعداء دلوقتي بالاهلي، مش احنا اللي قلنا الكلام ده، الاهلي دايما بيسعدنا يعني. اتكلمنا في الموضوع ده، وبرده ده مش مجامله او ده مزايده، لا بجد احنا بنتكلم في فترات كان ما بيبقاش في اي حاجه، وتحديدا كان 2020 لو انت فاكر. طبعا. كنا بنقول الحاجه الوحيده اللي مفرحانا يا جماعه هي البطولات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا يديم علينا. اللهم امين، اللهم امين. نورت الدنيا، سعدنا بوجود حضرتك، وطبعا اكيد نشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد و10 الصبح في الاهلي ان شاء الله.